وكلمة أنا، قال ابن القيم رحمه الله: احذر الطواغيت الثلاثة، أنا وعندي ولي. ولو قال قائل: ألا يجوز أن تقال هذه الكلمات من باب الترفع في بعض الحالات؟ أهي مذمومة في جميع حالات الترفع والتكبر، أم أنها تقيد في بعض الحالات؟ الجواب: تقيد في بعض الحالات، فما كان ممنوعا في حال قد يجوز في حال آخر. والدليل أن النبي عليه الصلاة والسلام افتخر بنسبه، وذلك أمام من؟ أمام الأعداء، فقال عليه الصلاة والسلام: أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ولماذا جاز هذا الافتخار والترفع مع أنه مذموم في غير هذه الحال؟ فالجواب: أجيز لأن في ذلك مصلحة كبرى، تلك المصلحة هي إغاظة الأعداء. قال تعالى: يا أيها النبي جاهد الكفار والمنافقين واغلظ عليهم. وقال تعالى: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. ولذا يجوز في الحرب أن يقوم الجنود على رؤوس الأمير، مع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يتمثل له الناس قياما فليتبوأ مقعده من النار. ومع ذلك قام المغيرة بن شعبة كما في صلح الحديبية، وهذا ثابت عند البخاري، قام على رأسه عليه الصلاة والسلام. الخيلاء، قال النبي عليه الصلاة والسلام: وإن من الخيلاء ما يحبه الله، إلى أن قال: وأما الخيلاء الذي يحبه الله فاختيال الرجل في الحرب واختياله عند الصدق. فكلمة أنا لا يحكم عليها بحكم مطلق، وإنما ينظر إلى مقاصدها ومعتبراتها.